السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody. عشان ال phrasal verbs are difficult ولأن ال phrasal verbs صعبة، فأنا قررت إن أنا أعمل series. A verb plus preposition. فعل طويل، فعل زائد حرف جر، فعل مصاحب بتعريف. Examples عليهم مع الترجمة، وهتلاقي عندك جملة كإكزامبل عليهم. Run into، meet by chance. Run into، يقابل بالصدفة. Meet by chance. Look up، يبحث عن معنى كلمة بمعجم. She looked the word up in the dictionary. Look up، يبحث عن